مساء الخير وليد جملاط. مساء الخير. كنت أول من دق ناقوس الخطر لمواجهة كورونا. اليوم كيف تقيم وضعنا على صعيد الأرض، على صعيد الاحتياطات، على صعيد الوقاية؟ هل تأخرنا؟ تأخرنا كثيرا، وحتى هذه اللحظة ليست هناك حالة طوارئ رسمية. نعم. وإنني ملح وأطالب بحالة طوارئ رسمية لتواكب الهيئات المدنية، الأحزاب، الثورة، كل الذين يعملون على الأرض من أجل منع توسع الوباء، منع توسع الوباء الذي يتوسع. ولكن وليد جولاب تعتبر انه الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها قادرة اليوم على يعني حالة طوارئ عامة؟ الدولة اصلا بحالتها المشلولة والمهتزة نتيجة كل اللي صار بعد 17 تشرين، بتعتقدين نعمل حالة طوارئ عامة؟ نحن منا جاهزين لولا شيء. قادرين نعمل بشوية تنسيق بين الأجهزة الأمنية بقيادة واحدة. الجيش يستطيع، والجيش الذي تصرف بكل أخلاقية مع الأمن الداخلي ما عدا بعض الأحداث اللي صارت بالفوضى، يستطيع أن يفرض حالة الطوارئ، لكن هذا بده قرار سياسي، وهذا قرار سياسي لم يأتي بعد. لست أدري لماذا. ليش عم تعتبر أنه في قرار سياسي أستاذ وليد؟ الليلة يخليني ما أحكي عن السياسة، أليت عناء نفسي بهالأزمة الوجودية على البشرية على لبنان أن لا أتحدث السياسة. طيب. لأنه إذا بندخل بالسجال السياسي ما منخلص. صحيح، أنت أصلاً قلت أنه خلينا نكون بعيد عن السجالات السياسية. واضح أنك كنت سبق وبلشت تحضر الناس في الجبل والشوف وعلي وغيرها من المناطق لاكتفاء ذاتي على صعيد الزراعة والصناعة وغير وزراعة الأرض. ليش؟ بتعتبر أنه إحنا نظراً للوضع الاقتصادي الصعب ووباء كورونا اليوم نحن سنكون أمام أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة؟ التحذيرات أتت بعد الانهيار الاقتصادي. هذه التحذيرات. أما اليوم هناك شيء يشل، هناك الكورونا تشل كل شيء، يعني كل التحذيرات التي قمنا بها للوصول إلى الحد الأدنى من الاكتفاء إذا صح التعبير، أو من قدرة الاستمرار، اليوم مع تفشي الكورونا والبطالة لابد من إجراءات مختلفة جدا. على الطوارئ صندوق وطني مع إحصاءات دقيقة يعطي بطاقات تموينية للذين فقدوا أعمالهم وفقدوا كل شيء، ونوع من الكريدت كارد يموله الصندوق. تمويل الصندوق كيف يأتي؟ هذا الأمر ليس اختصاصي، لكن لابد من صندوق وطني لرعاية عشرات الآلاف أو مئات الآلاف الذين فقدوا وظائفهم وفقدوا العيش الكريم. ممتاز، يعني هذا أكثر طرح عملي اليوم عم بينطرح وطرحته الليلة أستاذ وليد جبلاط، يعني لأنه نحن كنا بحاجة لإطار بالنسبة للعائلات المحتاجة، لأنه للأسف رح نقولها بعض الناس مثل ما اكتشفنا بهذا الأسبوع أنا وميشيل المر أنه ما عم بيتجرؤوا أنه يدفعوا مباشرة للدولة، مع أنه الجهود اللي عم تنعمل كتير مهمة، ولكن الناس ما عندها ثقة لهذا الموضوع. يعني الصندوق الوطني بتعتبر أنه لازم قطاع خاص مثلا هو يستلمه؟ بين قطاع خاص وقطاع عام، بس بدك غطاء عام لكل مواطن لبناني. كل تعطيل حد الأدنى من أجور وتعمل إحصاءات، قد تكون الإحصاءات مش كتير دقيقة، لكن في 10% هدر 15% هدر ما في مشكل. بدك تقدر تأمن اليوم منع انتشار الجوع، والجوع بدأ. صح. يعني هيدي بعتقد رح يكون مدار نقاشنا استاذ وليد، موضوع الصندوق الوطني، لانه بعتقد يمكن هذا اكثر حل عملي ممكن نبلش فيه الليله نحن، لانه هذا الاطار كان ملحم خلف وميشيل مر والاستاذ رمزي عكاوي عم نطرحه لحتى نشوف اللي عم بيبعثوا تبرعات،
لهؤلاء العائلات المحتاجة، كيف بيتم بلورة هذا الموضوع؟ ممكن يكون من خلال هذا الصندوق الوطني اللي طرحته حضرتك، اللي يمكن بده إطار معين بدنا نحكي فيه. حضرتك تبرعت بشكل سري لمستشفى الحكومة $50,000. ما تبرع بشكل سري، راح تبرع، عفوا ما تبرع بشكل سري، راح تبرع لمستشفى رفيق الحريري ب $500,000. $500,000؟ مصاريف $500,000، ولا نعم 500,000، وللصليب الاحمر اللبناني ب 100,000. اوف، شكرا وليد جملات. اول مش اول مره يعني معروف عنك هذه المساهمات، سبق وسنة الماضيه عبر صار وقت تبرعت لمركز سرطان الاطفال بمليون دولار. شكرا لك. عنروح طبعا ماي جملات. اذا $500,000 من وليد جملات الليلي لمستشفى الحريري، و $100,000 للصليب الاحمر اللبناني. شكرا لك وليد جملات. ملاحظه بعد لانه في هالخضم الدراسات والدراسات المضاده والدعايات التي ترهق المواطن حول امكانيه اكتشاف دواء، لا اعتقد انه حتى هذه اللحظه اكتشف دواء، واذا ما اكتشف دواء هو دواء للمصابين، ليس لقاح يمنع المرض، والمرض يتفشى بسرعه هائله كما نرى في ايطاليا اسبانيا والولايات المتحدة، ودعايات الرئيس الأمريكي تضلل الرأي العام العالمي، تضلل لا أكثر ولا أقل. لذلك أحببت أن أقول كي لا نقع في الهوس ويعني ونركض إلى الصيدليات ونشتري كل شيء، هذا خطأ طبي، اعذروني. هون يعني اليوم لفتني التويت اللي عملته حضرتك أنه بموضوع عفوا طريقة دفن الأموات المصابين بالكورونا، ليش اعتبرت انه يجب ايجاد طريقة فعالة لهذه المسألة؟ من الارض والى الارض سنعود، افضل طريقة هي غطاء الارض، هذه امنا. بالامس هي عيد النوروز، هي عيد الارض، هي عيد الطبيعة، هي عيد انبعاث الحياة. افضل طريقة ان نعود الى الارض. مرض صحيح في طقوس عند كل الديانات مختلفة، لكن يعني بدي أخذ اليوم حل طوارئ في إيطاليا، يلجؤون إلى حرق الأدوات نتيجة تكاثر الموت في كل يوم. فأنا ما بدي نوصل للمرحلة، أفضل أن نختار أراضي خاصة نتفق عليها ونسأل الأطباء كيف يعني عندما يموت الشخص المصاب، طيب هل يموت معه المرض أم لا؟ لا أعتقد، هكذا قيل لي، أفضل التدقيق من أجل الحماية، والحماية الأفضل بعدين وضعه في الأرض. شكرا لك وليد جملات، أهلا وسهلا فيك.